كل شيء تريد أن تخفيه عن الناس مما يتعلق بالله يظهره الله، وكل شيء تريد أن تظهره مما يتعلق بالله تريد من الناس أن يعلموه وهو يتعلق بالله يخفيه الله، ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. ومن عرف حقا عظمة وجه الله استحيا أن يشرك مع الله غيره. الله أجل وأعظم وأكبر وأكرم من أن يشرك معه غيره، ليس لأحد فضل على أحد إلا بمقدار ما كتبه الله من جريان السبب، أما الفضل المطلق فهو لله جل وعلا وحده. الله قال عن أهل طاعته أنهم يقولون يوم القيامة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذه الألفاظ، هذه المفردات يقولونها اليوم في الدنيا تعبدا، ويقولونها يوم القيامة تلذذا. والمراد أعظم ما يمكن أن يوصي به أحد أحد أن يعلم أن العلو الحق لله. ربي، ابنك، ابنتك، من حولك من طلابك، نفسك في المقام الأول على أنه من سوء الأدب مع الله أن تجعل لغير الله مع الله ولو مثقال ذرة. لا يستحق أن يسلم الإنسان قلبه إلى أحد غير، لا ينبغي أن يسلم أحد قلبه إلى أحد غير الله. وجه الله أكرم الوجوه، ورحمته وسعت كل شيء، وعذابه لا يقدر على أن يرده أحد، وقدرته لا يعجزها شيء. الجنة التي نسألها إياه خلقها، والنار التي نخاف منها هو خلقها. الجنة بيده والنار بيده. ومن رحمة الله بخلقه أن الله لم يجعل الجنة والنار بيد أحد من خلقه. يقول ربنا: ورحمتي وسعت كل شيء. والمقصود الإقبال على الله بالقلب هو المطية العظمى لدخول الجنة.